قصه وهتقدم برنامج ديني ازاي دي؟ مش فاهم. بسم الله ما شاء الله، ده انا ده نوع من انواع التطور يعني. هو ده تجديد الخطاب الديني اللي احنا بنسعى اليه. مش ده اللي احنا عاوزينه؟ أكيد دي كذبة إبريل، أكيد يعني كذبة إبريل دي ولا حقيقي؟ ما حاجة صعبة، أنا عن نفسي مش مصدق حاجة زي كده أبدا، صعب أوي يعني. مش مقنعة خالص يعني، ما ينفعش تعمل برنامج دي، تعمل بأمارتي إيه يعني؟ هي تفقه يعني الدين. واحدة شغالة كانت شغالة في كباريه، بعد كده رقصة، هتكلم إيه عن الدين؟ هتقول إيه اللي هتنصح بإيه بمعنى أصح؟ هتقول للشعب استشيخ ولا هتقول له إيه بالظبط؟ تروح الأول تتوب بعد كده تتكلم عن الدين. حرية شخصية بس أنا ما أعتقدش يعني تيجي إزاي يعني. بقت أم مثالية وسما المصري بقت تقدم برنامج ديني وبين بقى وبابا الأزهر يروح فين بقى، شيخ الأزهر والعالم دي تروح فين؟ ما خلاص الدين الإسلامي بقى بيحطوا عليه. طيب ديننا تهان وبلدنا تهانت واقتصادنا تهان وإحنا تهاننا، كمان سما المصري جاية تكمل في إيه بالظبط؟ ده أنا أول واحد هروح أقدم بكرة والله، بلغ للنائب العام ضد سما المصري. أه برضه استحالة سما المصري يعني تعمل برنامج ديني بعد اللي عملته ده كله. هنفتر عليها. هيبقى برنامج اسمه يبقى سكافونيا ولا إيه؟ مش فاهم. سما المصري حضرتك رقاصة ملك بالدين. شوف إيه يعني، الطيور على أشكالها تقع، اللي هيتفرج عليها يبقى على نفس شكليتها ونفس مليتها ونفس فكرها. في اختلاف عقيدة كبير جدا. دي واحدة كان يعني سوري أنا آسف ممكن تعالج اسمها ما عندهاش أي مشكلة، يبقى إزاي تخاف على ديني؟ إحنا يعني كمسلمين مش محتاجين مواعظ تانية، كفاية اللي بنسمعه. إنما لما تيجي واحدة رقصة سابقة أو حالية معرفش تعمل وعظ، أظن الناس هتبص قوي يعني. بس لما سما المصري تقدم برنامج ديني يبقى رجال الدين يقعدوا في البيت بقى. سما المصري تقدم برنامج ديني إزاي دي؟